السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. اكبر تحيه لمواليد برج العقرب حبايب قلبي اللي دايما بيقولوا عليهم مكروهين من النساء. ليه مكروهين؟ علشان دايما مفضلين. ان شاء الله باذن الله تكون القراءه عند حسن حظكم، مش كده وبس، كمان ده هتكون قراءة كده تدخل قلبكم. طبعا الطاقة السلبية هنركنها على جنب وندخل على الفيديو بالطاقة الإيجابية، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو هيديكم طاقة ودعم حلو جدا ليكم. آخر الفيديو هنقول رسالة ليك على النية بتاعتك اللي أنت هتحطها من أول الفيديو. هدي لي بالك، هدي لي أعصابك، صلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، انزل باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب، وادعم الفيديو بتاعك علشان يكبر، يوصل لأكبر عدد من المشاهدة، ونشوف مع بعض التوقعات والأخبار وكل اللي عايز يظهر معانا هنشوفه مع بعض. يلا يا برج العقرب جاهز؟ يلا بينا. اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. أقدر أبشركم بأخبار حلوة جدا 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 انتوا عايزين تسمعوها، يمكن انتوا داخلين الفيديو عشان تسمعوا الأخبار اللي شغلة بالكم اليومين دول. انت محتاج بس ترتاح شوية، محتاج تاخد كده حبة راحة في نومك، حبة راحة في أكلك، حبة راحة في صحتك. انت محتاج بس تاخد شوية راحة. انت شغال على نفسك، شغال في تفكير، شغال في شغل زيادة عن اللزوم، الله أعلم، بس مرهق. انت اليومين دول حرفيا مرهق وشايل حمل كبير جدا فوق كتفك. ليه؟ علشان ماشي لوحدك في طريقك، مفيش حد معاك، مفيش حد بيساعدك، مفيش حد واقف جنبك، انت لوحدك بتأمل او بتقدر تعمل كل اللي انت محتاجه. واجمل ما فيك ان انت لما بتحط هدف قدامك مستحيل حاجة في الدنيا تقدر تخليك تستغنى عن الهدف بسهولة او تبعد عنه. فبسم الله ما شاء الله عليك. لا بسم الله ما شاء الله عليك. انت هنا عندك نصرة حلوة جدا تخص مواضيع كتيرة جدا انت شغال عليها، وعندك عرض. العرض ده ممكن يكون سفر، ممكن يكون تغيير، ممكن يكون طاقة عامة هتعوم على حياتك، الله اعلم. بس انت الفترة دي شغال في حاجات كتيرة جدا. في ناس بقى هنا قاعدة ومرصودة لك، بتحاول تأذي فيك، بتحاول تتكلم عليك، بتحاول تجيب في سيرتك، بس انت مالكش دعوة بحد خالص، خليك اشتغل على نفسك. يعني انت الفترة دي حرفيا مطعون في قلبك، مخدور من ورا ظهرك، من واحدة ست ومن صحاب، والست دي مش سايباك في حالك، عمالة تأذي فيك، عمالة تلعب عليك في حاجات مضايقاك وخانقاك. رغم ده كله، رغم انت عندك هدف حلو وتحقيق حلو هتحققه الفترة اللي جاية، عندك هنا شخص من الماضي ممكن يرجع لك الفترة دي، او ممكن يحاول يتكلم معاك، الله اعلم، بس هيبقى في كلام بينك وما بين حد من الماضي هيرجع لك الفترة دي. شايل الهم، شايل الحمل لوحدك، شايل المسؤولية، والمسؤوليات بتاعتك بتزيد. ومن اكتر الفترات اللي انت حرفيا عندك وجع في جسمك غير طبيعي، تنميله بجسمك بينمل، وجع في معده، وجع في مفاصل، صداع مستمر من غير اي سبب، ده كله بسبب العين الشديده اللي عليك. في حد ظلمك، والحد اللي ظلمك ده هيكون عندك مواجهه معاه الفتره اللي جايه. انت سكت كتير، سكت كتير عن حقك، سكت كتير عن ظلم، سكت كتير عن اهانة. اقدر اقول ان انت حمال اسية، فمن هنا ورايح ما عادش تسكت تاني، ما عادش بقى عندك طاقة ان انت تستحمل الاشخاص اللي حواليك. بدأت تحط نقط على حروف في حاجات كتيرة جدا، حتى قبل ما قبل ما تشتغل عليها بتفكر فيها. فانت الفترة دي عايز ترد كل اللي اذاك، كل اللي خانك، كل اللي كسر بخاطرك، يعني ما بقتش زي الاول، حاجات كتيره جدا ناوي تشتغل عليها. الايام دي انت فاقد الامان، فاقد الثقه، بس عندك الشخص اللي هيجيلك، اذا كان هيرجع لك او اذا كان جديد او اذا كان حد انت تعرفه، الله اعلم، بس في حد في علاقه جديده، في حاجه تخص الحياه العاطفيه هيبقى فيها امور حلوه. وعندك واحدة ست، ست اللي هي عمالة تزن عليك، عايزة تخرب بيتك. انصحك ان انت ما تسمعش كلام حد، واعمل طول اللي انت عايزه مدام انت بتفكر صح وشايف نفسك انت الصح. ما تسمعش كلام اي حد،
وابعد عن اي سكة فيها، او صديقة ليكي او صديق ليك ابعدوا عن السكة دي خالص. قاعد وقافل على نفسك ببان، او قافلين على نفسكم ببان، مش عايزين تتكلموا مع حد ولا عايزين حد يكلمكم. ليه؟ عشان حاسين ان الطاقة بتاعتكم بتتسحب من كتر الكلام اللي بيتقال، رغم ان انت هنا بدأت ترتب امورك، بدأت ترتب حساباتك، بدأت ترتب حاجات كتيرة جدا موجودة في حياتك، ناوي تبدأ من جديد. بسم الله ما شاء الله عليك، هتكون محروس من العين. عندك شخص هنا متعدد العلاقات، يعني ممكن يكون هو بيحب العلاقات الكتير، بيحب الكلام كتير، ياريت تتجنبوه خالص وتبعدوا عن اي حد ممكن يقف في طريق نجاحكم، علشان انتوا الفترة دي عايزين تحققوا. عندك واحدة ست رفيعة، ست الرفيعة دي واقفة ومرصودة في حياتك وبتحاول تأذيك من وراء ظهرك، انت حرفيا بتحلم بكوابيس مزعجة. في ناس بتغير منك، غيرانين منك ليه؟ من نجاحك، بس انت هتكون متفوق وهتوصل لحاجة جديدة في حياتك، او اقدر اقولك ان انت هتوصل لمكانة جديدة في حياتك. انت هتكون واثق من نفسك، واثق من قدراتك. عندك شراء حاجات جديدة في حياتك، هدوم او تغيير عتبة الله اعلم. فانت حرفيا الفترة دي هيكون عندك شراء حاجات كتيرة جدا في حياتك، عشان خاطر عشت فترة من القلق، عشت فترة من اليأس، عشت فترة من الظلم، فحان وقت ان انت توازن افكارك وتبعد عن التشتت. الست اللي عندك الطويلة اللي انا قلت لك عليها، الست دي شعرها طويل واسود وعيونها واسعة وعندها علامة في وشها، دي اعدالك في حياتك مرصودة بتأذي فيك، خلي بالك منها، كون حريص عشان هي مهما تجيب سيرتك انت خليك في حالك وملكش دعوة بحد. هنا انت عايز تروح لمحطة او عايز تروح لسفر الله اعلم، رغم ان انت فوضت امرك لله، بس انت عندك نجاح باذن الله. وفي اتنين بيحاولوا يتكلموا عليك او يجيبوا في سيرتك، او يعني بيذبذبوا عليك من ورا ظهرك، بس انت هتكون واثق من نفسك. انتوا بس اليومين دول حرفيا حاسين بتربيط، حاسين انتوا متربطين، حاسين انتوا متكتفين، حاسين ان انتوا العيون عليكم شديدة، لدرجة ان انتوا بتصحوا من النوم مش قادرين تعملوا اي حاجة. بس خلوا بالكم انتوا عملتوا حاجة غلط، يعني خدتوا قرار غلط في وقت غلط، يعني خدتوا قرار، كلمتوا حد ما كانش ينفع تكلموه، عملتوا حاجة ما كانش ينفع تعملوها، فعشان كده ندمانين على الحاجة اللي انتوا عملتوها، وعشان كده انت مغزول ومتخان من المقربين لقلبك. دايما كل ما بتدخل في علاقة بتطلع فاشلة، كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ ما كانت. ليه؟ علشان تعب. ليه؟ علشان اتظلمت ظلم كبير جدا في حياتك، وعانيت اشد المعاناة في حاجات تخص حياتك الفترة دي. في ممكن كمان يكون عندك دخول محكمة، او حد هتروح معاه في دخول محكمة، في ورق هيخلص يخصك، في امور هتستجد عندك، في اشياء ناوي انت تعملها هتكون في نجاح باذن الله، في حاجات كتيرة جدا انت حرفيا ناوي تعملها في الخير، انت ما بتعملش حاجة في الشر، بس عشان كده هيكون عندك نجاح، عندك فوز بنفسك، وفي نجاح باذن الله هيبقى حلو قوي قوي قوي. ليه؟ علشان النجاح ده هيكون نجاح عظيم لحياتك الفترة اللي جاية. وكده ومش كده وبس، انت هتثق بنفسك وهتثق في قدراتك بشكل مختلف، علشان تعبت واتظلمت من ناس كتيرة جدا الفترة دي، من اشخاص بيتدخلوا في خصوصياتك، بيتدخلوا في حاجات ما تخصهمش، ودايما متعمدين ان هم يأذوك، متعمدين ان هم يكسروا بخاطرك. فلو انت محتاج حاجة ادعي ربنا، ربك هيسخر لك الاشخاص المناسبة اللي تدخل حياتك وتعوضك عن الفترة اللي جاية. طول ما انت مستني، يعني ما تستنداش حاجة من حد. ليه؟ علشان ما فيش حد بيدي حاجة لحد، انتوا دايما متألقين، عشان كده هيكون عندك شراكة مع حد او اخبار تخص ماديات، هيكون عندك اخبار حلوة، بس شيل ايدك من على خدك واشتغل وعافر، هتلاقي الدنيا بدأت تتفتح قدامك، هتلاقي الدنيا بدأت تشوف الورود اللي مستخبية ليك. وتأكد ان
ورا الصبر جبر، طول ما انت صابر طول ما ربنا هيجبر بخاطرك، وعندك لقاء مع حد كبير في السن خلي بالك. اللقاء اللي عندك مع حد كبير عندك في السن هيكون لقاء في محكمة أو في شغل جديد أو في تغيرات حلوة تخصك أنت، تخص الماديات بتاعتك، تخص محكمة ورث، الله أعلم. بس أنت عندك طاقة فرج وعندك هنا مواجهة، والمواجهة دي هيكون فيها حلفان اليمين، وممكن يكون في أخبار تخص حمل، أخبار تخص حمل، عندك طفل، هيكون في طفل جديد بإذن الله. بس في نفس الوقت انت هيكون عندك حلفان اليمين، يعني في حلفان، مين حلف اليمين عندك او انت حلفت اليمين، الله اعلم. في عندك كلام يخص، في امور عندك بتستجد الفترة دي، عندك امور بتحاول ان انت تشتغل عليها بقدر المستطاع، فبسم الله ما شاء الله عليك. اقدر اقول لك ان انت هنا مهما تكون متخان او يعني تعبت في الحياة الفترة دي، اتأكد تماما ان كل حاجة ليها حاجة معينة. مهما تكون حاسس بطاقات اليأس انت عندك طاقة ايجابية، بس مين اللي بينك وما بينه علاقة من ابراج الترابية، من الابراج الترابية بينك وما بينه مشاكل، ممكن يكون في رجوع او الخلاف اللي بينكم ان شاء الله باذن الله هيتحل، بس بالصبر، وبلاش ان انت تمسك قوي في حياتك، عيش الحياة ببساطة، عيش الحياة بامور مختلفة. عندك هنا شخص ظلمك او هانك او جه عليك، الشخص ده يعني انت مش قادر تنساه ولا قادر تبعد عنه، وعايز اقولك انه في حد يخص حياتك العاطفية بيفكر فيك الفترة دي، او في كلام يخص حياتك العاطفية، في كلام انت مشتاق لحد، في حد مشتاق لك، في كلام بيخص العاطفة شغال عليك اليومين دول حرفيا. انت دايما مبدع في التقدم، مبدع ان انت تعرف تاخد خطوة لقدام في حياتك، وعشان كده بسم الله ما شاء الله عليك عندك كلام يخص حياتك. ممكن يكون عندك حد من الابراج المائية او الابراج الهوائية موجود في حياتك، الابراج الهوائية، عندك علاقة مع حد، في بينكم انجذاب او بينكم امور، بس مش عارفين تاخدوا خطوة بسبب الكلام، او مش عارفين ترجعوا المواضيع زي بعض. في هنا بص طرف ثالث، الطرف الثالث ده بيتدخل في كل حاجة تخص حياتك، لا ما تخليش اي حد يعرف عنك حاجة، الطرف الثالث ده ما وراهوش حاجة غير هو يتدخل، ومتدخل في خصوصياتك بشكل كبير جدا، ودي حاجة مزعلاك انت، عشان كده بتحاول ان انت تعيد ترتيبك في حساباتك، تعيد حتى نظرتك للحياة. وبالفعل انت عندك عودة غير اللي فاتت، ما تقلقش، مهما التغيير اتأخر عليك اتأكد ان ربنا بيرتب لك احسن حاجة. انت نفسك تفرح، انت عشت فترة من صدمات، من فراق احبة ليك، من فراق ناس انت حبيتهم، واللي كملت عندك بموت حد عزيز على قلبك، فانت حاسس ان الدنيا سودت في وشك، لا الدنيا باذن الله هتبدأ تتفتح وهتوصل لهدفك، طول ما انت واثق في قدراتك وواثق في ربنا قوي. انت عندك هنا دعم من شخص جديد ممكن يدخل حياتك، او شخص يطلع من سجن، او شخص يطلع من ضيق، حد هيشفى من مرض الله اعلم، بس في حد لسه هيدخل حياتك يعني، او ممكن يطلع من المكان اللي هو فيه حاليا، وان شاء الله باذن الله الامور عندك هتتيسر، وهيبقى عندك طاقات حلوه هتجمع فيها مع من تحب. لو عندك اهل الشريك، اهل الشريك عندك ممكن يكونوا بيتدخلوا في مجالات لا تعني لهم شيء، في مجالات ممكن يكونوا هم اصلا بيحبوا يتدخلوا. انت اليومين دول تعبان من الشريك، وتعبان من الزن اللي جاي ورا بعضه، وانت دايما متألق. في هنا بسم الله ما شاء الله عليك حد دايما بتدعي له، وبتقول ان الشخص ده رزق ان موجود في حياتي، بتقول ان الشخص ده فعلا حاجة كويسة جدا. مهما بتخبط على الباب ويتقفل في وشك، اتأكد ان لسه ربنا ما أردش ان هو يتفتح قدامك، لا اهدى وارجع خبط تاني، بس بالصبر وبالعقل، اهدى وهدي اعصابك، ما تحبطش وما تيأس، اهدى هتلاقي الدنيا بدأت تتيسر معاك، هتلاقي الحياة بدأت تحلو قدامك، طول ما انت هادي وطول ما انت متأقلم
بحياتك ان هيكون فيها نجاح وفيها استقرار نفسي. انت عندك استقرار عاطفي الفترة اللي جاية مع الاشخاص اللي هيكونوا موجودين لسه في حياتك. اهدى وهدي اعصابك. خمول، عندك حبة خمول، حبة كسل، حبة ارهاق، احلام زي ما قلت لك، وجع في معدة، مش عارف تاخد قرار، عصبية زايدة، عندك سحر مرشوش قدام باب بيتك، وعشان كده وقت ما بتخطي عليه اول حاجة وجع في رجليك ومش عارف ايه السبب. فياريت تخلي بالك من اشخاص ممكن يكونوا عايزين يكسروا نفسك. في زيارة هنا، اذا كان زيارة طبيب او زيارة حد مريض او زيارة حاجة، حد انت ناوي تزوره الفترة دي، والقرار اللي هتاخده بخصوص السفر ده هيكون قرار حاسم في حياتك، وفي نفس الوقت ممكن يكون في عودة غايب ليك، ومن عودة الغايب دي هيكون في قعدة، في كلام، في عتاب، في امور فيها استجداد، في حياة جديدة ممكن تشتغل عليها، في مواضيع برضو ممكن تستجد عندك، الله اعلم. والحد المريض ده بإذن الله ربك هيشفيه. الحال عندك بيتغير، الحال عندك يعني في تغيير، بتكسر الروتين بقدر المستطاع، بتحاول تكسر الروتين. انت ما بتحبش اللي تنام فيه تصحى فيه، دي حاجة طبعا بتضايقك قوي، وما بت... انت اصلا ما بتحبش كده، وعشان كده بتحب التجديد بقدر المستطاع. فانت ممكن يكون عندك رجوع مع ابراج نارية في حياتك، ممكن يكون في علاقة هترجع، علاقة هتستجد مع ابراج نارية، بس طول ما انت هادي وعارف تاخد القرار الصح هتلاقي الدنيا تلاقي الدنيا جميلة. عندك شخص هنا بيحب نفسه جدا، شخص واثق في نفسه جدا، مغرور، او انت شايفه من وجهة نظرك مغرور، يعني هو كده بتلاقيه بنزيه جدا بنفسه، حابب الحياة، بس انت بتبص له كده بصت ان هو فعلا مغرور، فعلا متكبر، يعني انت مش فاهم هو عايز ايه، ولا انت ولا عارف تتعامل معاه ازاي. بص هنا، هنا لو هديت نفسك وهديت اعصابك وما بقتش تزعل على كل حاجة بتروح في حياتك، هتلاقي الدنيا فيها تحسن، وهتلاقي الحياة بدأت تتيسر قدامك، وهتلاقي بيبان النجاح بدأت تتفتح، العوض قدامك، ما تسمحش لحد ابدا ان هو يظلمك. عندك هنا توقيع، توقيع لصالحك انت، توقيع الله اعلم التوقيع ده ايه، بس التوقيع ده هيكون لصالحك انت. ليه؟ علشان انت طال انتظارك، صبرت كتير على اذى، صبرت كتير على ظلم، صبرت كتير على ناس بتحبها وما خدتش منها اي حاجة، اديتهم بالعكس، وقفت جنبهم، ما بقتش تسيب حد. انت من مميزاتك ان انت في وقت الشدة بتكون واقف جنبهم ومعاهم وبتساعد فيهم، ما بتبخلش ابدا في يوم من الايام على حد، وعشان كده مريت بازمة كبيرة، بس على قد مريت بازمات على قد ما هتعدي. بس في موضوعين انت حيران فيهم، قرارين مهمين لازم تاخدهم، القرارين دول مخليينك حيران ومخليينك ما عندكش قدرات ان انت تشتغل. انسى الماضي، عشان عندك الماضي مؤلم ليك، الماضي فيه ألم، وألم كمان صعب، يعني الماضي بتاعك عشت فيه فترة من اليأس، عشت فيه فترة من الظلم، عشت فيه فترة من الخداع، فحاسس ان الدنيا ما فيهاش اي تحسن عندك. ليه؟ علشان خاطر الماضي عشت فيه فترة من الألم. لا، اهدى واتكل على ربنا، وخليك واثق في نفسك، واثق في قدراتك، واثق في تحقيق هدفك، علشان خاطر تقدر يعني تقدر تشتغل للامام، وتقدر تدافع عن نفسك، وما تخليش اي حد ممكن في حياتك يعرف عنك حاجة، عشان طول ما هم عارفين عنك حاجة طول ما هم دايما جايبين في سيرتك، وعشان كده انت مش عارف تربط الاحداث ببعضها في موضوع مهم في حياتك. فانت عندك فرصة في قلبك، هتثق في الحب من جديد، او هتعمل حاجة تخص الحب من جديد، الله اعلم، وهتشتغل عشان هتطلع من طاقة حسد وطاقة سحر. عندك هنا بشرة في قضاء حاجة ليك الفترة دي، وهتطلعك من التعب وطاقة التفكير الايام دي. ليه؟ علشان في تغيير حال وفي تبديل ترابيزة،
من حزن لفرح بإذن الله، علشان انت طال غيابك والفترة دي زعلت، وزعلت قوي كمان من اشخاص من دمك ولحمك، او من اشخاص يعني مقربين لقلبك، زعلت منهم قوي وما توقعتش في يوم من الايام انه يعني يطلع منهم كل اللي هم بيعملوه حاليا. زي ما قلت لك ان الفترة دي هيكون في لقاء، في تجمع بينك وما بين شخص، وهيبقى في كلام بينكم، وفي نفس الوقت عندك حد كبير في السن هيحكم بعدالة، وهتاخد قرار حاسم، والقرار ده هيكون مفاجأة ليك عشان هتقف على أرض صلبة، والضغط اللي عندك من الشخص اللي في حياتك هتبعد عنه شوية، وهيبقى عندك قدرة لتحسين الوضع الداخلي بتاعك المادي. ممكن تكون انت بتشتغل شغلانتين او بقاعد بقدر المستطاع مستني الشغل، حد من الشغل يرد عليك، الله اعلم. عايزاك دايما تحذر من التسرع، ما تتسرعش في اي حاجة، ولا في بعد عن حد، ولا في سيبان حد، ولا في حاجة معينة ممكن تأذيك، لا اهدى وخلي بالك. البومة او البومتين بمعنى اصح اللي موجودين في حياتك ومرصودين ليك في الدخلة وفي الطلعة، وبيعرفوا انت بتعمل ايه، بتتكلم ازاي، بتجيب ايه، سيبك منه، ما تديش حد اهتمام في حياتك. استفاد على قد ما تقدر من الفترة دي من الحظوظ اللي حواليك، ومن الدعم اللي هينطلق عليك في مشروع جديد، والمشروع ده ممكن يكون سفر، بداية جديدة لحياتك او لتحسين الوضع بتاعك. طول ما انت هادي ومستقل بنفسك هتلاقي البيبان بدأت تتفتح، هتلاقي الدنيا بدأت تتيسر، هتلاقي حاجات كتيرة جدا مختلفة. حاجة فقدها، الحاجة اللي فقدها دي هيبقى في يعني الحاجة اللي انت ضايعة منك او فقدها، اذا كان شخص او اذا كان حاجة بتخصك انت شخصيا، هيبقى في اشارة خلال كام يوم. لو مسكت الخيط بتاع الاشارة دي هتعرف مين اللي، هتعرف عن الشخص اللي انت عايز تعرف عنه حاجة، او هتعرف مين اللي اخد منك الحاجة، الله اعلم. بس انت عندك طرف خيط لازم تمسكه ولازم تحط ايدك عليه، عشان طول ما حطيت ايدك عليه طول ما انت هتكون يعني هتكون كده حياتك مختلفة، عشان هتعرف مين اللي بيسبب لك المشاكل اللي انت بتعاني منها، او المشاكل بمعنى اصح اللي عامله لك كل اللي في حياتك الفترة دي من ضغط من امور. بس هنا كمان عندك طاقة فرح، والطاقة دي هتخرجك، ممكن كمان يكون في اتصال تليفون هيتخليك مبسوط، او انت مستني اتصال تليفون. الاتصال التليفون اللي انت مستنيه ده هيكون مكالمة مع حد عزيز على قلبك، حد عزيز ليك، او حد انت بتحب تتكلم معاه. ممكن كمان بعد الخلاف اللي كان بينكم يبقى فيه قاعدة جميلة ليكم، صلح، امور استجداد. بس دايما اقول لكم ان انتوا عندكم شخص ماشي في طريق مش طريقه. دايما اقول لكم ان الشخص اللي عندكم ده بيعمل حاجات ياريت تخلوا بالكم منه. انتوا نبهتوه كتير واتكلمتوا معاه كتير، بس هو مش بيسمع الكلام، او مش عايز يسمع الكلام، او هو مصدوم، يعني الله اعلم هو ماله. بس هو فعلا نفسيته تعبانة، وتعبانة جدا الفترة دي من اشخاص كتيرة جدا حواليه، او من اشخاص يعني سبب تعاسته او سبب همه اللي هو فيه، وبيفكر كتير. ياريت تعرفوه انه ما يمشيش في طريق اذى، وما يمشيش ورا اتنين، او ما تمشيش انت ورا اتنين ممكن يأذوكم او يضايقوكم. لا، حاولوا تهدوا وحاولوا تبعدوا عن اي حد ممكن يكون متعمد يكسر بخاطركم الفترة دي، علشان انتوا شايلين فوق الحمل حمل، شايلين فوق كتفكم كتف، يعني شايلين حمل كبير على كتفكم. فحان وقت ان اموركم تستجد، حان وقت ان انتم تركزوا وتشوفوا الاخبار اللي عندكم وتشتغلوا عليها وتمسكوا طرف الخيط. وبلاش الدموع، بلاش كل ما تيجي تناموا دموعكم تنزل على حياتكم اللي ضاعت على ناس ما تستاهلش. هدوا اعصابكم، مهما يروح ويجي الحياة سهلة وبسيطة. بلاش تحسوا بالضغط النفسي، وبلاش تقولوا احنا فقدنا اعز الناس لينا.
كل حاجة ليها حاجة. اهدوا هدوا اعصابكم وبلاش الزعل اللي محاط ليكم، خلوا بالكم، بلاش الركض في تفكيركم، وبلاش حالة اليأس والركود اللي في دماغكم 24 ساعة من الكلام اللي عمال يدور في تفكيرك او في امور عندك. نشوف رسالة ربنا ليك ايه، او نشوف الرسالة اللي هترد على الامنية بتاعتك اللي انت حاططها في بالك. عارف رسالة الرسالة بتاعتك ايه؟ عارف بتقولك ايه؟ بتقولك اوعى تيأس، الفرح متأخر عنك شوية، بس لما يجي بإذن الله هينسيك انت مين وانت مريت بايه. من عظمة ربنا عليك اطمن، فهيستجيب ليك قريب جدا، بس قول يا رب. ايه بقى يعني رب؟ يعني الرسالة بتاعتك بتقول لك اوعى تيأس، ربنا عارف ان الفرح اتأخر عنك، بس صابر، عايزك تصبر وتستحمل علشان لما تجيلك العوض بتاعه دي هينسيك اسمك، هينسيك انت مين، هينسيك انت بتفكر ازاي. من عظمة ربنا عليك اهدى بس انت وهدي اعصابك. الرسالة بتاعتك قوية قوية جدا جدا. انزل وقولي في الكومنتات تستاهل منك ايه الفيديو بتاعك. قولي اذا كان يستاهل منك اللايك ولا التعليق ولا يستاهل منك ايه. تحياتي لك واتمنى لك الطاقات الايجابية الفترة اللي جاية.